اهلا وسهلا متتبعي كويزين ساره ديزا. هذا اليوم جيتكم بوصفه تاع بقلاوه، وصفه تانية يعني ماشي نفس العجينه اللي درتها معكم في سيدنا رمضان. اليوم جبت لكم عجينه واحده اخرى راح نديروها لعروسه، نتمنوا لها التزيان السعديه رب العالمين. نجوزوا مباشره على بركه الله للمقادير. بالنسبه للمقادير هم واضحين، عندي هنا 4 كيلات فرينه، يعني كامل نفس الكيل، يعني عبرتها كما نقولوا احنا نفس العبار. دونك هنا عندنا 4 كيلات فرينه، عندنا كيلة اسمن خليت اندوا كملتو زيت. الزيت هذاك راح يمد لكم تقرميشه ولا اروع. انا بقلاوتي هذه هي. عندنا هنا كيلة بين ماء ومزهر يكونوا دافيين، عندنا حبيبه بيض، عندنا لافاني. البنات ما تضيفوش القرصه تاع الملح، سورتو الا كان الملح خشين راح يقطع لكم لاباط. دونك احنا استغناوي، الا كان عندكم الملح الرقيق ما فيها بس، اذا ما كانش عندكم تنجموا تستغناو عليه. دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. هنا كيما تعودتوا معايا انا دائما الحلويات التقليديه نخدمهم في الجفنه، في حاجه ميسه جبت هنا الجفنه ديالي والصفايه. نبداو نديرو في الكيلات تاع الفرينه، قلنا 4 كيلات، هذه الكيله الاولى. بسم الله، لازم تغربلو الفرينه باش تحصلوا على بقلاوه شابه. هنا بعد ما غربلنا 4 كيلة تاع الفرينة نضيفو هنا لافاني الثاني نغربلوها، يعني قلت لكم باش نتحصلوا على نتيجة مليحة. هنا نديرو حفرة في الوسط، بسم الله، نضيفو فيها الكيلة تاع السمن اللي قلت لكم خليت اندوا كملتو زيت، لازم يكونوا باردين. بسم الله، بهذه الطريقة، ونبسو الفرينة تاعنا مليح، لازم الفرينة تتشرب السمن مليح. بسم الله، بهذه الطريقة نعرفو كامل كيفاش نرملو لافارين تاعنا بالسمن. هنا كي تكونوا ترملو في الفرينة تاعكم لازم ديروا هذه الحركة باش ما تخلوش هذا الكوتل، راح يشكلوا لكم عائق في البقلاوة. سورتو انا ما نخدمش بالماشينه، دوك تشوفوا كيفاش نحلها كيما درتها في الفيديو السابق. نكمل البقلاوه تاعي بالخف وما تشدليش اليد. بصح هذه الطريقه اللي لازم ترملوا بها الفرينه تاعكم لازم تكونوا ديروا بهذا الشكل باش يتحل كامل ليدام اللي يكون في الفرينه. يعني نكمل نرملها بهذا الشكل باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. هنا البنات اذا شفتوا الكوتل كانوا بزاف باسكو انا نيش على لا كليم، دونك هنا تشكلوا لي الكوتل بزاف. هنا ما فيها بس جيبوا السيار تاعكم وبداو خرجوها في السيار. بسم الله، نطلعوا هنا مليح، هذه هاي لك راح تتحصلوا على نتيجه مليحه وتجي لاباط تاعكم شابه. انا نغربلها كامل بهذه الطريقه، يعني ما راح تشد لكم الوقت. هنا بعد ما غربلناها كامل شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، تحفه البنات وما تشد لكمش اليد، سورتو الا كان الغربال تاعكم يعني كبير، يعني راح يساعدكم بالبزاف وتكملوها بالخف. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، شوفوا مرمله تحفه. هنا ندير حفره في الوسط ونفقسوا فيها حبيبه البيض. بسم الله، اللهم اجعله حلالا طيبا. نديروا هنا كميه تاع المزهر باسكو هنا غلبت المزهر على الماء، يكونوا دافيين فقط. هنا خلطوا مليح بهذا الشكل، بهذه الطريقة، ونبداو نديروا الماء والمزهر. قلت لكم درت المزهر أكثر من الماء. بسم الله، يعني درت الكيلة كامل. دوك نشوفوا هنا النوعية تاع الفرينة ديالنا، إلا تتشرب ولا تدي كيلة فقط. هنا نطموها حتى نتحصلوا على عجينة طرية ماشي يابسة البنات، الطرية. أنا لافاسون اللي راح نفتح بها ماشي بالماشينة، دونك هنا نطريو العجينة باش تجينا سهلة في الحلة. هنا نبقاو نطمو فيها قلت لكم حتى نتحصلو على عجينة. هنا بقات مخصوصة شوية مع عفو البنات، زدت ضفت هنا نص كيلة ونبدا نضيف تدريجية حتى نتحصلو على عجينة طرية. بسم الله، كي تصيبوها مخصوصة زيدوا لها. دوك تشوفوا القوام تاع العجينة اللي لازم تكون. هنا البنات بعد ما طمينا العجينه تاعنا شوفوا الطراوه اللي لازم تكون، شوفوا طريه بزاف. علاش؟ باسكو راح نحلوها بلا مايزينا ونحلوها يعني بدون اله التوريق، يعني راح نحلوها باليد. واحد الطريقه سهله تكملوا بالخف وما تشدش اليد. هنا نحطوها في البلون دو ترافاي باش نعجنوها شويه، هنا نديوها ونردوها حتى نسوي العجينه. شوفوا لاباط تاعكم كي غربناها يعني خرجنا السمن بلافارين، شوفوا شحال جات شابه وطريه. انا هنا نعجنها حتى تتشكل لي يعني عجينه شابه.
دوك تشوفوا القوام تاعها باش نحطوها تروبوزين جوزو نوجدوا اللوز ديالنا. احنا بعد ما عجنك حصلت على هذه النتيجه، شوفوا شحال يعني تكون طريه باش نقدروا نحلوها بالحلال. هنا نجوزو نحطوها في ساشي يكون مقي، حطوها دو كوتي تروبوزي باش نشكلوها كويرات، ونجوزو نوجدوا اللوز تاعنا. كيفاش ندير له انا هنا بعد ما رحينا اللوز تاعنا رحيته بهذا الشكل، يجي موايا يجي مرفوض شويه على الطعم الخشين. انا كل ما تكون عندي الرحيه الاخرى نرمي فيها مغرفه صغيره تاع الفاني، مغرفه تاع القهوه بسم الله. بالنسبه للكيل انا كي ندير 4 كيلات فرينه في هذه البقلاوه بالذات، ندير 4 كيلات فرينه، ندير 4 كيلات ونص تاع اللوز ولا كاوكاو صديقو على حساب لا كليونت. دونك هنا انا هنا راح ندير 4 كيلات ونص باش تجيني شويه عاليه. واللي ما تعرفش زعما نقولوا كي تنحي اللوز تاعها ولا الكاوكاو تفرشوا عفوا في السنيوه اللي تكون راح تخدم فيها وتدخل هكذا هاي ليك. لازم تلحق لهاد الحد، شوفوا البنات هذا الخط الاولاني ومن بعد مع لاباط يولي قد هكا. هذا هو العلو تاع البقلاوه، ماشي تجي قد هكذا البقلاوه. واحد كيجي راح ياكلها حتى تطرطق له لا مشوار، ماشي هكذاك. لا لا، تكون حبه البقلاوه افلي نورم، ماشي كيما حبه المقروطه تجي بومبي وشويه عاليه واش عليه. متنجمو تاكلوها بالمغرفه، مي كيما البقلاوه هاوليك حدها في العلو. هذا راكم تشوفوا البنات هاد الزوج هاد لي دو كاري، هذا هو العلو تاع حبه البقلاوه. هذا يكون لوز وهذا بين لاباط التحتانيه ولاباط الفوقانيه على حساب الطبقات. كاين اللي يدير 7، كاين اللي يدير 6، 5. كيما انا اليوم قالت لي ديري لي 7 من التحت 7 من الفوق، باسكو نعرفوا باللي الورقه التحتانيه والفوقانيه دائما يروحوا باش تبقى لنا هذيك الورقه اللي تكون من التحت شابه. هنا بعد ما رحينا اللوز تاعنا بهذا الشكل قلت لكم يكون شويه مرفود على الطعام الخشين باش تجيكم الحبه شابه. هنا بعد ما شفتوني وفهمتكم على الكاوكاو، كاين بزاف يقولوا لي ساره لافارس تاعنا تتفتت اون فوا نقسموا الحبه تبدا تطيح لافارس باسكو تلحيو اللوز تاعكم ولا الكاوكاو خشين. دونك هنا كي تلحيوه خشين عفوا البنات هنا راح يعذبكم، ميم كي تقسموا الحبه ما تجيش متحوفه وشابه. دونك هنا هذا هو القوام تاعو، شوفوا البنات راني درنيت لكم هكذا، قلت لكم شويه مرفود على الطعام الخشين. هذه هي تحت حبه البركوكس وشويه مرفود على الطعام الخشين. هنا بعد ما درنا 4 كيلات بهذا الكيله اللي كيلت بها الفرينه، اللي تكيلوا بها الفرينه تكيلوا بها اللوز ولا الكاوكاو ولا اللوز واش يكون موجود عندكم في البيت ولا على حساب لا كليونت. هنا درنا 4 تاعها سكر حبيبات، سكر كريستاليزي 4 ماشي نص ماشي كيلو 4 باسكو البقلاوه تاع السل. ضفنا هنا 4 تاع السكر حبيبات سكر كريستاليزي، نديرو هنا رشه تاع قرفه خفيفه، شوفوا البنات رشه خفيفه ما تكثروش باش ما تكحلكمش لافاس، وتجي بنتها قاصحه كاين بزاف اللي ما يحملش بنت القرفه. نخلطو هنا النواشف مليح. هنا عندي السمن اللي دوبته للبقلاوه، هنا ندير زوج مغرفات فقط، واحده هاي ليك اثنين باش يجينا لافاس تاعنا شابه. هنا نجيبوا المزهر تاعنا ونبداو نفتلوها ماشي نعجنوها، هذه ماشي عقده تاع التشارك ولا العرايش فهمتوني، ولا راح تخدموا مشكله ولا مقروط لوز سي با لا ميم. لافاس تاع البقلاوه نفتلوها فقط، تجي شغل كيما الطعام. بسم الله دوك تشوفوا القوام تاعها، بسم الله احنا المزهر راحوا معاه بالعقل، نفتلو فقط باسكو راح نزيدوا لها السمن ونزيد لها رشه خفيفه. كي نكون كي ندير العقده تاعنا راح نزيد لها رشه تاع مزهر، دونك احنا ما تكثروش المزهر. بسم الله نزيد رشه واحده اخرى خفيفه هايليك. دوك تشوفوا القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، سورتو دوكا رانا في موسم الصيف الحمد لله راحت كورونا، دوك الاغلبيه سورتو المبتدئات يحبوا يسترزقوا. دونك هنا انا عطيت لكم الوصفه على قنيها لا غوسيت جوست، هذه هي البنات. ما بالنسبه للكيله تاع لافاكس الكيله تاع لافارين دوك تشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. هايليك العقده تاعنا اللي تكون للبقلاوه، قلت لكم نفتلوها فقط ما نعجنوهاش، ما لازمش تجي اون بول، نفتلوها كيما هكذا هاي ليك. دوك حنا نحطوها دو كوتي ونجوزو باش نقسمو لافاس ديالنا عفوا البنات لاباط ديالنا. هنا باش ما نطولكمش لا فيديو جوست قسمت العجينه ديالي، جاتني هنا 2 4 6 8 10 12 13 صافي، ندير 7 من تحت 7 من الفوق عفوا البنات و 6 من تحت. دوك حنا لازم نرجعوها في الساشي باش ما تنشفلناش لاباط تاعنا، حطوها حتى فوق بعضها ما راح يصرالها والو،
هي ليسونسيال، ما تغطوهاش بطرشونه، راح تربي لكم القشره ما تحصلوش على بقلاوه شابه يعني تعذبكم في الحلال. دونك احنا نرجعوها في الساشي نخلوها تريح مده 10 دقائق ولا 15 دقيقه، يعني قد ما تريح راح تمد لكم الطه، ونجوزوا على بركه الله باش نخدموا البقلاوه تاعنا. هنا البنات نجوزوا على بركه الله بعد ما ريحه العجينه نجوزوا نحلوها، نديروا كميه من المايزينا هكذا، لازم تكثروا شويه على مايزينا. بسم الله نحلوا الاولى هكذا بهذا الشكل، شوفوا يعني تجي سهله سهله في الحلال. استنى هي ما يعود يبان وجهي هكذا حلوها على شكل دائري، يعني انا بنت في القناه ما عنديش مشكل، ولكن في الهيئه اللي راني فيها بلا خمار لا يجوز. بون قلنا كل وحده نفتحوها نديرولها نفس الطريقه، نديرو لا مازينا مفتحتو من الفوق ونحلوها ونحطوهم فوق بعضهم باش تشوفوا الطريقه ديالي. ديجا درت لكم فيديو تاع البقلاوه، انا عندي نفس الطريقه كيما يحلو في المحلات، ما نحلش كيما يحلو في الديار بلا ماشين وانا طويري فاز على الديار. دونك هنا حلوا بهاد لا فاصون تاع المحلات، تكملوا بالخف والبقلاوه تعود تجيكم سهله والنتيجه تاعها دوك تشوفوها في الاخير. هنا بعد ما حليت كامل الطبقات بين الطبقه والطبقه درت لا مازينا باش يجوني لي فيك مفتوحين على بعضهم. هنا نحطوا الحلال تاعنا في الوسط هكذا، شوفوا كيفاش هنا درت بالحلال باش تجيني سهله في الحلال، شوفوا شحال سهله. بسم الله شوفوا البنات سهله في الخدمه، ما راحش تعذبكم، ما تتقطعش، ما تخافوش منها. كامل نكمل هكذا نحل على عرض وطول السنيوه اللي راح نخدمها، انا راح نديرها على شكل دائري. دونك احنا البنات بسم الله دونك هنا نحلها دائريه، نكمل نحلها بهذه الطريقه. هنا بعد ما حليتها البنات عفوا بهذا الحجم، شوفوا يعني ما شاء الله تحلت لي ميم با دو مينوت كنت حليتها. احنا السنيوه اللي راح نخدم فيها هذه هي، جبتها درت فيها شويه اسمن دهنتها كامل، نحطوها دوكوتي ودوك تشوفوا العجينه تاعنا كيفاش نرفدوها. يعني هنا ما نقطع لكمش لا فيديو باش تشوفوا يعني شحال سهله، ما تشدش كامل اليد البنات، يعني كونوا هانيين. بسم الله دخلوا هنا يدكم باش ترفدوها من الحلال، ونبدا نمشوا في لاباط تاعنا بهذا الشكل. شوفوا البنات سهله، ما تشد اليد، ما تعذبكم، ما تبداو طبقه بطبقه وكما قلت لكم قبيله تشد لكم بزاف اليد بلا ماشين. طريقه تاع المحلات، علاش في المحلات ما يطولوش في البقلاوه؟ باسكو يخدموها بهاد لا فاصو، بقلاوتهم شابه بنينه مورقه ما شاء الله، ودي بروفيسيونيل يعني ماشي، وما كاش ديفيرونس بين الماشينه وهاد لا فاصو. او كونطخيغ هنا راح تجيكم شويه كروستيونت على جال لا مايزينا، ما راحش تستعملوا بزاف السمن، يعني سيوها وجربوها ودعوا لي. يعني قلت لكم دو غوسيت تاع البقلاوه، هنا نسويوها مليح مليح في الاطراف كيما راكم تشوفوا، لازم تدخلوها بيان في الحواف باش تحصلوا على بقلاوه شابه. هنا بعد ما سوينا العجينه ديالنا بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، تجيبوا العقده ديالنا شوفوا كيفاش تكون دايره، شربت ريحه المزهر، ريحه القرفه، ريحه السمن تحفه، واللوز ثاني ريحته ما شاء الله. تحبوا ديروها بالكاوكاو، تحبوا كيما نقولوا كل واحد ومقدوره وكل كليونت كيفاش تحب عندكم. بسم الله هنا نفرغوها كامل، بسم الله ونبداو نمشيوها، لازم تكون مسويه كي تلقاو هكا كوتل افتحوهم بصبعتكم، يعني هي ما راهيش دايره بزاف، ولكن نتوما اذا لقيتو افتحوهم. دوك انا هنا نمشيها بهذه الطريقه. بالنسبه للسكر نقول لكم ونعاود لكم ماشي كيلا السكر راح تعسلوها، وكي ديروا لها كيلا السكر راح يتكراميليزا يتنحرق، كاين بزاف اللي يتنحرق لهم العقده تاعهم، علاش؟ باسكو فيها السكر فوق القانون. الحاجه اللي تكون راح تتعسل نقصوا لها السكر باش يطيحوا في لينو. انا هكا نبدا نسويها، وباش تعرفوا بلي راح يقد بعضها هايديك ديروا هكذا، شوفوا كيما قلت لكم هايديك حتى لهنا، شوفوا البنات ها شوفوا البنات شتو. على بالكم كي تكونوا تعرفوا الكي كل حاجه تاعكم راح تخرج ما شاء الله، شوفوا افورس افورس سورتو المبتدئات تبداو بها بالعقل، ماشي واعره كامل البقلاوه
ماشي كيما المقرات كيما نقولوا حنا مفشاش وعلى بالنا باللي لازم يكون سميد الشباب بارابور البقلاوه للمقروط. البقلاوه سهله بزاف بزاف على المقروط. انا نكمل نسويها هكذا. هنا بعد ما سوينا العقده تاعنا كامل كيما راكم تشوفوا ووريت لكم كيفاش تعرفوا باللي راهي قد قد اكسسوا في الطرف ولا في الوسط، يعني قيسوا بهذا. لازم يلحق لهذا الخط البنات هذا الاول، هذه هي حق لافاكس. قلت لكم ماشي ديروا حبه البقلاوه حتى الواحد ما يقدرش ما ينجمش ياكلها، سورتو اذا حشم ولا راح فاتحه ولا. دونك هنا حبيبه البقلاوه تكون في لينورم، ما كاش منها بقلاوه عاليه وبقلاوه هابطه، البقلاوه تكون في لينورم تكون هكذا. هاي لك حد البقلاوه، شوفوا البنات راكم تشوفوا هاد الزوج، هذه هي حبه البقلاوه تكون هكذا، هذا هو العلو تاعها. احنا نجيبوا المزهر ونبدا نرش هكا بالعقل بالعقل. علاش ما نديرولهاش المزهر بال يعني بكميه كبيره في الاول باش ما يجيناش كوتل كوتل، من بعد لافاكس تاعكم راح تجي مكتله لداخل. دونك هنا افتلوها في الاول ومن بعد مدولها حقها هكذا كيما راكم تشوفوا في المزهر. قلت لكم سورتو المبتدئات وما من اللي يعرفوا يدو هنا، يا لو كان ياخذوا اون ايدي وحده ما يدوش دي زيدي بزاف باسكو يعرفوا، يا لو كان اون ايدي داوها من عندي هنايا، هذا يعلم هذا. انا تاني تعلمت من عند الناس، ما كاش لي زاد معلم. دونك هنا ما فيها والو واحد يتعلم على واحد صغير عليه ولا او كونترير، المهم يتعلم وتولي حاجته مليحه. هنا نجوزو نحلو الطبقات اللي جو من الفوق. هنا بالنسبه للطبقات الثانيه درتهم بنفس الطريقه اللي درنا بهم الطبقات اللي جو من تحت، يعني هنا باش نلخص لكم الفيديو ما يجيكمش طويل. شوفوا كيفاش درت بين الطبقه والطبقه، درت لا مايزينه والطبقه هذه الاخرانيه درتها اكبر من هادو باش يجيني وتش واحد. لو كان يعني تتذكروا البنات كي نحلوا لاباط بالماشينه دائما الورقه الاولى هذه اللي تجي من الفوق، عفوا اللي تجي في الوجه تتقطع لنا، ما نعرفوا علاش الطبقه الاولى يجيو ما شاء الله طبقه الطبقه الاولى اللي نحطوها من الفوق باش يعني تجينا ليس وشابه وتمدلنا من درج باب تتقطع. بهذه الطريقه ما راحش يكون هذا المشكل، راح يكونوا الطبقات كامل كيف كيف مع بعض، والطبقه الفوقانيه تجي فايه وحده ما في التقطع راح تجيكم بزاف بزاف شابه. وكاين واحد المشكل يعني طرحوه بزاف في الفيسبوك شفتو، يقولوا لهم وعلاش البقلاوه كي تدخل لاكويزينيه تتنفخ؟ معليش كي تنفخ حكمي الماء امبيك ولا الموس ولا يعني تقبيها هكا تقبه صغيره تعاود تهبط وتشد الحجم تاعها العادي. كي تطلع هكاك ما تخافوهاش، ما تقولوش البقلاوه في الزيت او كونترير تتنفخ عادي. قلت لكم تقبوها بامبيك ولا بالموس تعاود تهبط وخلوها طيب وخلوها طيب. عفوا البنات شحال راني نغلط. بالنسبه للطياب البقلاوه تجي في الشباك تطلعوه الفوق يوش عملها بالتحت ابتيف، تاخذ لكم تقريبا ساعه ساعه وعشر دقائق هكاك، كاين اللي تاخذ له 45 دقيقه كي يكون عندها الفور تاعها شبابه كامل. دونك حنا بالنسبه للطياب الشباك يجي من الفوق طلعوه للفوق كامل وشعلوا لها من التحت، وكي تكون راح تحمروها من الفوق هبطوها للتحت وشعلوا من الفوق. قلت لكم على نار قليله كسوسوا من التحت ولا من الفوق، مده الطهي تاعها من 45 دقيقه حتى لساعه او 5 دقائق. دوك نحلهم بنفس الطريقه اللي حليت الطبقات الاولين. هنا البنات بعد ما حليناها حبيت نوري لكم كيفاش كي تجيكم سهله. شوفوا يتحلوا الوراق كامل وحدهم، انا برك نحب نرفد يعني بالرولو من بعد كي يطيب راح تتورق. شوفوا الحجم تاع الحله قد ما حليتها. هنا جبت السنيوه ديالي نرفدوها بنفس الطريقه، نديرو هنا السنيوه باش تشوفوني مليح. هادو من الاطراف تاع البقلاوه راح ندير لكم بهم وصفه تحفه البنات، يعني بالنسبه للاطراف ما تخافوهمش. بسم الله عليك شوفوا البنات خدمه سهله بخوخ، وزيد تكملوا بالخف سورتو صحاب المشاريع هذا واش يوالمكم. هذه هي الوصفه والطريقه اللي توالمكم تكملوا بالخف، تطلعوا السنيوه تاعكم تاني بالخف يعني، والنتيجه باذن الله راح ترضيكم بحول الله تعالى. هنا لازم تسويوا الاطراف ترفدوا العجينه شويه وتدخلوها هكذا، لازم باش تحكم لكم لا فورم تاع السنيوه. هايلي قلت لكم بهذه الطريقه باذن الله راح تولوا دي بروفيسيونيل. بالنسبه لاباط تاع البقلاوه هذه راح ندير لكم بها وصفه روعه، تنجموا ديروا بها خشخاش ما فيهاش الخميره، وتنجموا ديروا بها السمسه ما فيهاش الخميره، يعني راح تعطي لكم نتيجه تحفه. ديجا شوفوا انا هنا وبدات تنبل لي ما شاء الله.
علاش قلت لكم جربوا الطريقه هذه والوصفه راح ترضيكم بزاف. دوك نجيبوا السكين باش نحوا الاطراف. انا البنات في الوقت اللي كنت نحل في لوفاي تاع البقلاوه شعلت لا كويزينيير باسكو البقلاوه تحب لا كويزينيير سخونه مليح، اون فوا دخلوها طيب تنقصوا النار باش تكونوا عارفين. بالنسبه للتقطيع ما تقطعوش هنا لا لا، باسكو هذه تاع عروسه راح تدي سني واحده صافي، ماذا بينا مام الاطراف يبقاو واقفين وشابين. دونك هنا هاوليك تقطع وين راح يكون، شوف هنا هايلك روحوا بلا عقل ما تزربوش، شوفوا في خدمتكم ما تزربوش، روحوا بالعقل حتى تكملوا كامل التقطع. علاش نقد نخليوها هكذايا باش هادوما الاطراف ما يطيحوش على الحبات وتجي السنيوه تاعكم شابه. قلت لكم هذه تاع عروسه، دونك هنا قد ما تزوقوها راح يعني تصروا الناظرين. دوك انا نكمل كامل بهذه الطريقه. هنا بعد ما نحيت العجينه الكبيره هذه هنا جيبوا المقص وسويوها هكذا هايلك باش يجوكم الحواف كامل مسويين. بسم الله هنا مديت لكم البقلاوه بجميع جميع جميع اسرارها. نكمل نسويها كامل بهذه الطريقه باش نجوزوا للتقطع على بركه الله. هنا نبداو على بركه الله في التقطع. هنا دائما تجو في الوسط، هذا هو الوسط تاع السنيوه تاعكم. دوك هنا نجو بالعقل ونشدوا لاباس تاعنا هكذا بالعقل باش نتحصلوا على تقطع الشباك. شوفوا البنات نديروا هنا علامه زائد. بسم الله نزيدو هنا نجو في الوسط كيما راهو موضح هنا، دايما ديرو الميليو في قسنطينة يكيلو بالخيط. بسم الله هنا درنا علامة زائد، هنا درنا خط في الوسط ونجو ثاني نديرو خطوط. بالنسبه للتقطع لازم تركزوا مليح البنات هايلك باش نتحصلوا على نجمه في الوسط. بسم الله هكذا. بالنسبه للحبات على حساب لا كليونت كيفاش تحب. بسم الله هايلك. هنا نزيد لكم يعني المرسو الاخر كيفاش يتقطع. نجو كيما قطعناها زائد نجو في وسط الزائد نديرو هاد التقطيعه شغل مثلثات كبار. نجو لهنا البنات سورتو اللي ما يشفاوش راكم تشوفوا هاد الخط هذا، احنا نديرو هكا نطراسيو عليه من كوتي الدوزيام هايلك هايلك هايلك. هنا ما جانيش الخط سوا سوا، نعاود بهذا الشكل ونزيدو هنا نقطعو بهذا الشكل هكذا. لازم تطراسيو البنات تشوفوا حبه البقلاوه تاعكم كيفاش راح تخرج. نبدا انا على بركه الله شدوا لاباط بهذه الطريقه هكذا 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 كيف فتنا ودرنا هاد الخطوط. دوك هنا المقروطات تاعنا هم واضحين، نجوزو بسم الله نديرو هنا يدنا توجور باش نشدو لاباط نتبعو الموس. بسم الله هايلك عمليك الحبيبات هم واضحي. احنا بالسكين سقمو لاباط تاعكم هايلك، لازم نسويوها هنايا سورتو في لي بوانت باش تجي حبة البقلاوة تاعكم شابة هايلك. نزيدو ندورو السنيوة تاعنا بهذه الطريقة ونطراسيو هايليك. شوفوا منا البنات نجو من المقروطه هذه ونجو نديرو هكا في الاول طراسيو سورتو المبتدئات طراسيو هكذا وزيدو طراسيو هكذا هايليك هاي باينه حبه المقروط البقلاوه عفوا شكلوها هكذا حتى تكملوا التقطع هكذا البنات. بسم الله طراسيو في الاول دائما طراسيو باسكو ما راناش نقطعو بكاش حاجه اللي تقيس لنا الحبه قد خدها. دونك حنا طراسيو في الاول هايليك هايليك. شوفوا النجمه كيش خرجت لنا في الوسط. هنا نجوزو نرشقو اللوز تاعنا.
انا ما نديرش اللوز كيما يديروا هكا بالعرض، انا نحب نديرو راكم تشوفوا هاد لابوينت ماشي هكذا، ما نديروش على هكذا، نديرو على هكذا. شوفوا البنات شوفوا شحال يجي شباب، والمنظر تاعو روعه. شوفوا يعني نقول لها ابتزيان سعد العروسه هذه، نتمنى لها لهنا السعاده يا رب العالمين، وحشت الحلال كيما نقولوا حنا، ربي يبارك فيها. هكذا شوفوا البنات كيفاش راني ندير، مانيش ندير على العرض، راني ندير على هكذا على الطول تاعها. شوفوا نرشق حبيبه اللوز هكذا باش تجي مشابه، سما الحبيبه تجي واقفه. دوك انا نكمل هادي ما عجبتنيش، نكمل انا بهذا الشكل، كملها كامل بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا بنفس الطريقه. هنا بعد ما درت لها اللوز كامل بالطريقه اللي شفتوها، ابييو عليها هكذا بيان باش ما يطلعش، باسكو نعرفوا باللي لاباط كي تكون تتفايته راح تطلع شويه. شبحتها كامل في الاطراف بالجوز، نجوزو هنا نديروا لها السمن من الفوق بهذه الطريقه. انا نحب نشربها يعني فلينه، وما نحبش ندير فوق القانون، وما نحبش نقص لها نلحقها في السمن. ونقول لكم ونعاود لكم هاد الحوايج التقليديين اللي كانوا زمان يديروهم بالسمن ولا الزبده الحره، ماذا بكم ما ديروهمش بالمارغرين. صح راح يجوكم شابين وبنان وكامل، بصح ماشي نفس البنه اللي كانوا يديروا بها زمان. دوك انا نشربها كامل بهذه الطريقه اللي راكم تلاحظوا فيها. هنا بعد ما شربتها بالسمن كامل من الفوق كما راكم تلاحظوا، هنا ندخلوها طيب لاكويزينير، كنت سخنتها ديجا من قبل، نطلعوا لها الشباك الفوق كامل ونقصوا النار، نطيب على نار قليله ماشي قليله كامل شويه، يعني نعرفوا كيفاش نطيبوا البقلاوه تاعنا تكون واحد 130 درجه هكذاك. غير نشوفوها بدات تتفيت وتحمر هنايا من لي كوتي، نهبطوا الشباك لتحت ونشعلوا لها من الفوق كي تاخذ اللون الذهبي. علاش نقصوا لها النار ثاني كي تكون من الفوق؟ باش تاخذ كامل لون واحد، ماشي في الوسط حمراء بزاف وفي الاطراف بيضاء. نقصوا لها النار باش تحمر لكم كامل وجه واحد، من بعد نخرجوا نعسلوها. مده الطهي تاعها من 45 دقيقه حتى تقريبا ساعه، سا ديبون على حسب لاكويزينير، ساعه ساعه وخمس دقائق حتى 10 دقائق على حسب نوعيه الفرن. انتم عسوها تشوفوها تورقت بدات تحمر في الاطراف، اشعلوا لها من الفوق كي تاخذ التحميره هذيك من الفوق الشابه. نديروا حساب العسل ما نحمروهاش حتى تحمر فوق القانون، تاخذ لون ذهبي شباب، العسل ثاني يكون احمر راح يمدلوها لون. من بعد ان شاء الله تشوفوها كي طيب لي من تحت ومن الفوق. هنا بعد ما طابت لي نجوزو نعسلوها. بالنسبه للطياب كل كويزينيه كيفاش راح تكون، كاين اللي تاخذ لكم 45 دقيقه كي يكون الفرن البروفيسيونيل تاع الحلواجيات، وكاين اللي ياخذ لكم بلوس. هنا بالنسبه لتاع عسل سنيوة تاعي تاخذ 2 كيلو تاع عسل كيما راكم تشوفوا. احنا نخليها تتعسل حتى تبرد باش نجوزو نديكوريوها، نخلوها تتشرب في خاطرها. هنا بعد ما بردت لي البقلاوه تاعي، هنا جبت كميه من الجلوكوز، ولا تحبوا الناباج هادشي يرجع ليكم. هنا نجوزو ندهنوا لها كامل الوجه باش تبقى هذيك لابغيونس، يسمى مام مولاتها كي تديها تبقى تلمع لها من الفوق وعندها منظر شباب. دوك هنا ندير لها كامل الجلوكوز من الفوق بهذا الشكل. هنا بعد ما درنا الجلوكوز كامل في الوجه تاع البقلاوه باش تبقى هذيك لابغيونس، يعني والجلوكوز علاش نحب نديرو باسكو يضاين يشد وقت طويل، وتبقى البقلاوه شابه يعني بوندون حتى 10 جوغ ولا 15 جوغ سا ديبون. دونك هنا لازم ديروا لها الجلوكوز ولا لا جولي، هذا الشيء يرجع لكم. هنا نجوزو نزينوها، هنا راح ندير لها واحد لي مارغريت صغار. جبت هنا لاباتا سكر تاعنا، رشيت شويه سكر غلاس في البلون دو ترافاي ونبداو نحلوها. كاين بزاف اللي يحلها بلا مايزينا، انا ما نحبش نحلها بلا مايزينا باسكو كاين اغلبيه ما يحملوش البنه تاع لا مايزينا في الحاجه. دونك هنا هي حلوه رشوها بسكر غلاس وبداو نفتحوا فيها هكذا. دوك تشوفوا السمك تاعها ما تكونش رقيقه بزاف، ما تكونش خشينه بزاف، باش تجي الورده تاعكم يعني شابه وواقفه بيان. هنا بعد ما حلينا لاباطا سيكر تاعنا، هذا هو السمك تاعها. شوفوا البنات ما ديروهاش رقيقه بزاف باش تجي لا فلور تاعكم باينه. هنا هذا المول علاش نحبو انا باسكو بلو براتيك، يعني قبالها تدوه تحطوا هكا لا فلور تاعكم، برك عرفوا كيفاش تحطوها. نديرو هكا دي مارغريت كبيره درتها
في الوسط والصغار بهذا المول باسكو فيه ربعه. نبداو نديرو هنايا هكا رشات برك فقط باش يمدو لنا غفلي شباب، دوك تشوفوا النتيجه بعد ما نكملها باش ما نطولكمش لا فيديو. احنا البنات بعد ما زينتها بهذه الطريقه، يعني درت لها ديكور خفيف، ما حبيتش نكولوري لا باتا سوكر تاعنا، درت لها هنا دي بيغ في الدوري على لون البقلاوه، ودرت هنا في لارجون كما راكم تشوفوا. الاخرانيين ما حبيتش ندير لهم والو، حبيتهم هكذاك، يعني درت ثلاث صفوف كل صف وكيفاش يكون. يعني نعتذر منكم، كاين واحد المقطع كيما بديت نقطع في البقلاوه لا بروميير فوا راح لي، دوك نحط لكم هنا واحد لا فوتو يسمى باش تشوفوها كيفاش تقطعوا البقلاوه. نعتذر منكم بزاف، التليفون هذا هو. نقول لكم اسرار البقلاوه كامل عطيتها لكم على طريقه الاعراس والمحلات، وصفه تحفه تكملوا بالخف، والنتيجه راهي كيما راكم تشوفوا هنا تحفه البنات، جربوها ما راحش تندموا عليها. واللي حاب يسترزق بهذه الوصفه نقولوا راح تحمر لك الوجه وما راحش تخسر فيها بحول الله تعالى. مولات البقلاوه نقولها هي وراجلها ان شاء الله بزيان السعد يا رب العالمين، ربي يهنيهم وربي يرزقهم الدريه الصالحه يا رب العالمين. هذا هو اخر القول، نورمالمون قلت لكم كل شيء اكسسوا على الطياب على لاباط على لافاس كل شيء، نقول لكم جربوها وادعوا لي. واللي زار قناتي اول مره فضلا وليس امرا يدير لي جامي ابوني ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. تهلاو في رواحتكم، الوصفه الجايه. سلام سلام.